طب انظر الآية الأخرى في وصف المؤمنين، اسمع. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: انتبه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. هذه الآية تدل على أنك يا مسلم يا مؤمن يا موحد مهما بلغت من الطاعات والقربات فإنك سوف ماذا؟ نعم، أنك سوف تذنب وتخطئ. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إياك أن تقول أنا لا أخطئ وأنا لا أذنب. طب بعد الإقرار أنك تخطئ وتذنب ماذا يلزم من ذلك؟ تحتاج إلى أمرين. ما هما؟ واحد، أن تبحث عن الذنوب قبل أن تقلع، قبل التوبة تحتاج إلى أمرين. ما هما؟ تحتاج إلى أمرين يا جماعة. جايين نعسانين كثير انتوا اليوم، في مجال تصحصحوا. اللي نعسان حط شوية ماء على وجهه، يعني على شو بدي اقول. فواحد، تحتاج إلى أمرين قبل التوبة. ما هما؟ واحد، أن تتفقد نفسك، أن تتفقد نفسك. ما هي التوبة الآن، أنت اكتشفت الخطأ، لكن في الشيطان بيمنعك من التوبة عن طريق ماذا؟ ألا تتفقد نفسك. كيف ستتوب وأنت لا تتفقد نفسك؟ أنت أخطأت في حق أخيك، في حق أبيك، في حق أمك، في حق جارك، في حق نفسك، لكنك لم تتفقد نفسك، فبالتالي كيف ستتوب؟ إذن تحتاج قبل التوبة إلى أمرين: أن تتفقد نفسك. اثنين، حكيناها قبل شوي، نعم، الإنصاف وعدم المكابرة. أما إذا أردت أن تجد لنفسك مبررات فالمبررات ماذا؟ جاهزة. حتى يا إخواني في الله، الذي يقتل ويعرض على المشنقة يجد لنفسه مبررات لقتل المسلم. حتى أن منهم من يقول: لو أتيح ورجع بي الزمان لقتلته مرة أخرى. هذا لا يتوب، هذا لا يتوب. إذن إذا أردت قبل التوبة ماذا؟ أن تلجأ إلى الله عز وجل بأن يعينك أن تتفقد نفسك. فإذا هذين الأمرين لا يكون إلا باللجوء إلى الله. اللهم أعنا على التوبة، هكذا سوف تدعو الله فتوفق. فبعض الناس من المفاجآت أنه قاطع أخا له في الله 20 سنة، حتى أن منهم من دعا الله وقال: يا رب لا تجمعني به ولا أريد أن أراه في الدنيا حتى أموت. إذن هو نوى القطيع إلى الممات، وعاش حياته يصلي يصوم يخطب الجمعة، نعم، يؤم بالناس، خلاص معصية مستمرة من الشيطان لبس عليه وانتهى منه الشيطان. خلاص احنا استفدنا منك، الآن خلينا نشوف ايش
آخر نوقعك المعاصي أخرى.